ماما خلصت الرز بحليب، اسرع رز بحليب بحياتي. وعمار هون عم بياكل الاحوطه اللي زادت. بدي اكل لكن ما راح اكل. عشقي 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 الاحوطه تبع الطنجره. كلهم كنا نتخانق عليها نحن صار. ماما مطنشطه ومسويت لنا رز بحليب عبكير. هي وعمار ماما انه اسهل، حسيت الرز بحليب اسهل. يعني حتى اسرع من المحلاي، المحلاي اكلت معنا وقت، او ممكن لانه لا لانه ممكن لما سوينا المحلاي انا وماما فالكميه كانت اكبر. هلا ماما عملت يعني انه هيك يعني على قدنا، كميه بسيطه، كميه لليوم. الخطوات كلها ماما سوتها ناحيه وصورتها على سنابي. حلو حلو حلو. عمار مصور خطوات رز بحليب كلياتها على سنابه. شوفوا على سناب عمار وشوفوا خطوات الرز بحليب. فمثل ما قلت لكم يمكن ما اخذت معه وقت لانه عملت لنا كميه تكفينا لليوم، صح ماما؟ ايه. بس لما عملت المحلاي لا عملت كمية ممكن ضلينا عم ناكل منها 3 ايام لخلصت المحلاي. اكلت احوطة على فكرة. عمار خلص لي اياها، اكل اكتر مني. يعني هلا ماما سوت رز بحليب تمام، المرة الجاي انت بدك تسوي لنا اياها بما انه صار عندك فكرة. انا المرة الجاي بتسويها بس ما نروح على المشفى يعني بعد ما عمار يسأل. شو ما رح له بخطوات هلا، خليني نشوفوها على صحيح. حطيت لهم سنابات جدا جدا سهله. انا بك انا ما بعرف اذا اعمل شغله بالغرفه، طلعت لقيتهم مخلصين. ايه حتى انا استغربت. نحن وزهار مستنى كنا ساعتين ثلاثه لانه كانت تعمل كثير كميه كبيره. يعني كانت تعملنا كميه تضل يعني انه لازم مو بس يوميا يعني البيت للجيران و ايه زبديتين لهون زبديتين لهون عملنا كيلو. اكل معنا تقريبا ماكس نص ساعه. تخيلي يوم تساوي 10 كيلو 15 كيلو. ايه لا بياخذوا وقت لانه بدك تصفطي الزبادي والاشياء وبعدين تفضي حركات يعني يكون هيك. طنجرة هيك اوكي على قدنا على قدنا. مار انت ايمتى رجعت على البيت؟ 6 الصبح. 6 الصبح رجع على البيت. تخيلوا انا نمت الساعة 2 ما كان عمار، رجعت فقت على الساعة 4. والله يعني شو أساس صحيح عمار عمار ما موجود أبدا. سردت على أساس إنه هو ما بعرف راح عند رفقاته، على أساس بده راح يمكن طلعت الساعة 9 ولا 10؟ طلع 11 على أساس إنه شغلة ساعتين ويجي. قام سحبت معه للصبح وهو عم يلعب وشدة. يا الله أنا مشتاق ألعب شدة. شو بتلعب شد؟ انا بحب العب طرنيب 41 و61. امبارح انا وشو اسمه انا وصاحبي انس تمام خسرنا اول بارتيه. شو لعبتوا طرنيب 41؟ ايه. وانس من النوع اللي ما بحب الخساره يخسر. ايه ما حدا بيحب الخساره. ايه وانا وياه بنلعب شراكه مع بعض وهن ضدنا. الزنه الثانيه خسرناهم. تعالوا الثالثه والفاصله الفاصلة يعني الفاصلة مين ربح؟ لأن الفاصلة هي اللي بتحدد المصير. الفاصلة تمام؟ حصلنا يعني تعادل الأرقام. إيه النتائج قريبة. أيوة النتائج قريبة على بعض. آخر شيء كنت أنا عم فت. أعطيته فتة لأنس حلوة تمام؟ ضمانة 5 ربحنا الثالثة. يعني أنتوا يلي ربحتوا بما إنه يعني أول شيء كانوا تعادل بعدين البارتية الثالثة كانت فاصل يعني. بس ما كان يجيني وراءنا أبدا امبارح. ايه بس لا على اللعبة كتير كتير حلوة بتسلي. بتذكر بالسويد بالسويد لما كنت اسهر انا ورفقاتي للصبح نضلنا على الشدة لانه كنا ساكنين قريب من بعض. فيا انا انزل لعندهم يا هنالي طلع عندهم للصبح نقضيها شدة. شو فكرة القضية تبع المطبخ كتير كتير انه حلوين. ايه تعرفي شو بس كأنه هلليك هلأ اللون ازرق ثابت بس كأنه صار عم يتغير لونه لحاله. لا لانه سني من شوي بوكس تمام. فخلونا نشوف مع بعض شو وصلني بما اني انا هاي الفتره موصله كذا طلبيه فمالي عارفه بالضبط انه طلبيه واصلتني. الله الله شعور لما الواحد هيك بيقعد يفتح بوكسات هيك جديده. خلينا نشوف شو واصلني. بوكس
ملزقينه بشكل رهيب. واهم شيء حاطين هذا الحلين. واو سيسي تعي شوفي تعي شوفوا بوكس الاقلام الحمراء اللي وصلني. يا سلام شوفي قديش حلو تفتحوا هيك كثير حبيت كثير. تخيلوا واصلني هي المجموعة الألوان كلها في جميع الألوان. تعالوا نشوف الألوان نشوف هيك. واو اوه يا شوفي شو عملت سيدرا شو عملت كتير عصيته كتير. المفروض اتعامل معه هيك بكل هيك رقي. انا كتير عصيت على الالم. اول لون كان بجنن خرافي. واو درجات الاحمر واو قديش اللون حلو. شوفوا قديش حلوه اللمعه شايفين. يا سلام نشوف الالوان الثانيه شايفين. هون عنا درجات اللون الاحمر. هون بلشنا بالدرجات البنية. هي الدرجات اللي انا بعشقها. يا سلام اوه هذا خمري. تشرب هذا اللون نجرب هذا اللون. كتير حلو. يا سلام قديش حلوين كيوت كيوت. بوكس كتير كيوت. واو شوفوا هذا شفاف وفيه لمعة. خلوني اجربه شايفين كيف. راح نجرب هلا اللمعة تبعيته. يا جماعة خلص عندي القطن. انا خلص عندي القطن. نجرب هذا. شوفوا قديش حلو بجنن بجنن. حبيت ما اشتريت مكياج بس شفتهم. شوفوا ما احلام احلى اللمعة. يعني هو شفاف وهيك فيه فيكم تقولوا جليتر هيك شيء. اوكي هي الالوان الورديه. شوفي هذا بيجي. حبيت تعرفوا شو شكله البوكس. هو واصلني حاطينه بمكان كتير دافي او جاي الشمس عليهم فحاسة انه كتير الالوان كيف بدي اقولكم دايبة شوي. فعم فكر حطهم بالبراد. شو رأيكم؟ شوف هذا اللون الفوشي الزهر كتير حلو. بس هذا بجنن بجنن كتير حبيته. اللمعة بتفلش كتير. البوكس كيوت حخلي هيك مثل ما هو على البيرو. بوكس كتير كيوت وحبيته. فرح اعمل مثل ما قلت لكم حاسه وهن عم يجيبوا لي الطلبيه معرضينها للشمس فمشان هيك سايحه شوي فححطها بالبراد كرمال هيك ترجع انه ما بعرف لقوتها ما بعرف. المهم لازم احطها بالبراد. ايم الكركبه اللي هون كثير انبسطت عليهم فرحت عليهم كثير. مغرمت في هذا اللون او مو اللون يعني هو بيجي شكل
امبارح عم تستنوني وحتى انا كمان كثير متحمسه كرمال نفتح الستاند مع بعض. هلا على ما اظن انه الستاند بده